جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول سليمان عواد من معان في الأردن يسأل ويقول: ما حكم السلام في المسجد؟ هل هو واجب؟ جزاكم الله خيرا. نعم، السلام في المسجد وخارج المسجد مستحب وليس واجبا. البداية بالسلام مستحبة وسنة مؤكدة، وأما رد السلام فإنه واجب. قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على إفشاء السلام، وهذا عام في المسجد وفي غيره، إلا إذا كان المسلم عليه مشغولا بصلاة أو بتلاوة قرآن فإنك تسلم عليه بعدما يفعل. نعم.